نضبطش شوية سي صافي باش رجعنا للحوار وإلى الجزء الثاني من هذه الحلقة الممتعة مع أستاذنا السيد الصافي لا ممتع على شيء السيد الصافي. احنا استمتعنا اخوي، انت ما استمتعتش باسئلتي، انا استمتعت باجوبتي. السيد صافي سعيد هو ضيفنا الرئيسي ونستقبله مع بعضنا ضيفنا الاستاذ نبيل الرابحي كالعاده باش يتدخل معنا في الحلقه هذه وكرونيكور لا خلينا ما نعاودوهاش وكرونيكور البرنامج كالعاده صديقنا الظريف والفنان الكبير مقداد سهيلي. مرحبا سي مقداد. اهلا وسهلا. مرحبا سي نبيل. مرحبا. اهلا وسهلا. كنت تشوفوا في الجزء الاولاني مع سي الوجه لوجه مع سي صافي سعيد، اكيد عندكم ملاحظات واسئله. نبدا بسي نبيل. مرحبا بسي صافي. مرحبا بك سي نبيل. انا سمعتك بكل تركيز وتأني في النقاش نتاعك الكل، ما حكيتش برشا على برنامجك ما عدا بعض النقاط، معناتها اللي سمعته انا الكل كلام تاع فايس. تنجم تحكي مع سمير الوافي يحكي؟ كلام سالته كلام على برنامج، كلام تاع فيسبوك تاع مقاهي عادي، معناتها النقد ما عطاش تفاصيل، هو قال لك ما نعطيش تفاصيل تو ما دخلش الحمله، عطى زوز نقاط ونعتبرهم مخطرين. اللي هم اول حاجه الحبس، الاوقاف وثاني هذا هو اللي سمعته. وثاني حاجة اللي الأراضي الدولة مش يوزعها على المواطنين كل واحد هكتار. أنا قلت كل واحد هكتار، قلت اللي ياخذ هكتار. اللي ياخذ هكتار. إيش معناتها؟ معناتها تقسيم الأراضي بالمجزأ وعدم تعصير الفلاحة والاقتصاد، وهذا إيش معناتها؟ مش يهزنا للنظام الإقطاعي. استنى سمحني، النظام الاقطاعي اللي تحكي فيه انت اللي هو في صلب النظام الاقطاعي واللي هو في صلب التخلف نتاع المجتمعات. باه اوكي يجاوب. شوف سيدي، انا لاول مره نجلس معك، لا اعرف طريقه تفكيرك ولا نعرف محركات تفكيرك، بس ساجيبك باختصار. الاقطاع، انت كي تجي تشوف 500,000 هكتار مرصوصة عند ما يسمى بالدولة، تيجي أنت باش توزع هذا 20 وهذا 100 وهذا 200 وهذا 5 هكتارات توزعها على الشعب مشان تفلحها وتخدمها وتوزع لهم مياهها وتوزع لهم كذا، هذا إقطاع؟ هذا ضرب للإقطاع. كيفاش؟ استنى شوي، اسمح لي. هذا ضرب للإقطاع، والإقطاع راهو مسألة عويصة جدا فيما أعتقد إذا كان نناقشوها هنا. شو؟ إحنا عندنا أراضي من عهد البيات، قبل من عهد البيات سائب، خذوها الفرنسويين، بعدين الفرنسويين سلموها للدولة التونسية، الدولة التونسية كل نظام يتعاقب عليها ويقسمها بين بيناتهم. هو هذا هو الإقطاع. احنا اليوم انت تسمي لي أراضي الدولة، شو معناتها الدولة تغرس في البصل، الدولة تغرس في الثوم، دولة توزع الأرض على الشعب مع المياه مع الأسمدة مع كذا مع فتحان طرقات مع إصلاح زراعي كبير، هذا قطاع يا ابني. وين قرعت انت القطاع؟ 500 اين قرعت القطاع؟ 500,000 هكتار على قداش من واحد باش توزعها؟ 500,000 راهي مش هذيك هي اراضي تونس كلها. تونس قداش؟ قداش اسي صافي قداش؟ تو هكا تو هذا كلام قداش هي؟ تو يعني 500,000 هم المساحه 500,000 هكتار 530,000 هكتار اذا كان الرقم باش توزعها. تفضل اي تعرف انت 1000 هكتار شو معناتها؟ نعرف على قدامك 500,000 خليني نفهمك انا نفهم خلي شوف الزراعه خلي شوف المشاريع الناجحه الزراعيه هي تبدا من 300 هكتار ل 700 هكتار في تونس. اذا وصلت ل 1000 هكتار بتصير الخدمات صعبه وكبيره على ما عادش تصير مرات ما عادش منتج. هذوما 1500 بشر. لحظه انت لحظه يا راجل يا ودي راهو عملية حسابية. اسمع في مصر في مصر هذوما يجيو 1500 يعني يا اخي هي تونس فيها 500,000 فقط. لا هذوما 1000 نحكوا على هذه الاراضي اللي حاطينها في الخزانة ويوزعوا فيها على بعضهم. تعرف معناتها ميكانيزاسيون اسمعني في مصر اللي عنده دو فدان اثنين فدانين، الفدانين هو هكتار يقري ولاده في بريطانيا. وكيفاش يورثوهم من بعد؟ كل واحد ياخذ اربعه. تدش تخدح انت لا كيموت هو كيفاش يورثوا يا ودي؟ ما حكيت انا على كل واحد ياخذ جوج متر مربع يا ودي. انت فلاح
انت فلاح باش نعطيك الاراضي والماء ونقول لك اخدم، ما تخدمش نسحب لك الارض نعطينا واحده. ومن بعد كي يموتوا ولادو كيفاش تورثوا؟ 90 عام ما تورثوا. نعطيهم بجوج متر مربع. نمشيو للمقلد. امشي امشي عليه، انا احكيك في مساله الاقطاع، انا راك بعيد على الكلام، انت راك عكست ايدي، رديتها اقطاع، ماشي للاقطاع. تو تنادي بالاوقاف وتنادي بتقسيم الاراضي الدوله على الشعب. معناتها دور لايك كان جيت نحكي يا ودي اقسم بالله في فرنسا فرنسا الراس فرنسا الراس ماليه يا ودي انت تعرف عبد الناصر ولا كذا ما تعرفش لو تعرف عبد الناصر راك فهمت فكرتي عبد الناصر ولا ما مملوك اسمعني اسمعني في فرنسا في المانيا في الدول الرسميه اقسم بالله يوزعوا الاراضي على الشعب اراضي في داخل المدن مشان تزرع البطاطا والفلفل والطماطم يوزعوها عليك وانت شاري ابارتمون وراك هكتار يزرعوا فيه ثلاث اربع عائلات يوزعوها توزيع ويعطوك الماء ويعطوك كذا تو انت كي توزع تتفلحين ما علاش فقراء الفلاحين علاش نخدم عندك انا 100 مرات تهزها في كاميون ها هو القطاع ها هو القطاع انا نحب الناس اصحاب الارض يتملكون باراضيهم ويخدمون اراضيهم وما لا يملك الارض لا يخدم كيفاش نخدم عندك هي ماهيش ملكيه فرديه لازم ملكيه ملكيه جماعيه يا ودي نحكي على الملكيه يا ودي في داخل في داخل, في داخل هذه ال 500,000 هكتار في داخل 500,000 هكتار قد نعملوا تعاضديات وتعاونيات قد نعملوا نظام الاشتراكي اليوم راجعين له راجعين له واضح واضح بس القطاع هذا بربي مازلت يا راجل هذا لا لا صلح صلح انا هو الكلام الاولاني شنو الموضوع؟ على اعتبار محمد مرسي شهيد وحتى نحن في صنعاء حر انت حر بيت توجه لسمير الوافي حر ما توجه لي لا لا انت لا ما توجه لي انت حر ما دخلنيش فيه انا لا لا باش نجيك ما دخلنيش فيك انا باش نجيك سؤال ما تسنيش ايضا كيف على على محمد مرسي لا مش باش نجيك على محمد مرسي ما عنديش نقاش مش باش نجيك على محمد مرسي تفضل لا مش هل هو غزل لقواعد النهضه في تونس اللي هما غالبين على النهضه الانتخابات الانتخابيه كنت باش نسالو افهم كلمه كما تريد هذا سؤال يعني كونه يترحم على محمد مرسي حتى الترحم ولا شعار انتخاب يترحم اعتبروه شهيد مش نعتبره يعتبره عند الله شهيد هو يعتبره شهيد هو شهيد غصبا انت ما تعتبروش شهيد هو عندي اجماعك وعندي مولدي هو شهيد لا هو هو هاو باش نعطيك علاش خاطر السيد نبيل نقولها بصراحه في الفيسبوك نتاعك ما خليت ما قلت على محمد مرسي صحيح معناها قلت فيه كلام خايب برشا انا ما نجمش نقوله في التلفزه صحيح ما نحبش نقوله في التلفزه دايور انا بالنسبه لي حتى في الفيسبوك بالنسبه لي انا موقفي واضح فيما يخص المبادله نتاع الارض غزه في سيناء وتوطين الفلسطينيين في غزه انت اعتبرته جرذ معناتها انسان مات توفى الله يرحمه انا كتبت عليه جرذ سامحوني اذا شو استعملت كلام كتبت عليه جرذ هل هذا معقول انا شخصيا عندي موقف واضح من الاخوان المسلمين هذاك موقف ابن تيميه لحسن البنا الى الاخوان المسلمين تاع اليوم هذا موقفي واضح وما نخفيش لحتى حد توصف عبد من غير ما تحترم مشاعر اللي عملوه في شكري بالعيد وفي محمد ابراهيم اكثر من اللي قلته انا في محمد مرسي يعني متمسك بكلمة اللي عملوه في شكري بالعيد المرحوم شكري بالعيد والشهيد شكري بالعيد والمرحوم البراهمي أكثر من اللي قلته أنا في محمد مرسي واضح شنو رأيك سي مقدير عندك نبيل وعندك صف مرحبا بك حتى نبيل تابع وأنا كنت نتبع في النقاش نتاعك وفي الحقيقة معناتها أنت رجل مفكر ومعناتها فوزافي لي بي سور تير قال الراجل قعدت نتبع في النقاش نتاعك فما نقطة خلطت لها أنت أنا بصراحة فرحت قلت لسمير توا 60 سنه اللي فاتوا الكل هذوما فك علينا منهم راهو تهراو هاو جديد ثم بديت تحكي على الجديد على الجديد معناتها وقت اللي حكيت معناتها اونتر بارونتيز على شيء جزء من مقترحاتك في برنامجك اذا كان صرت ما اذا معناتها ترشحت للانتخابات الرئاسيه قلت وليت تحكي على القديم وليت تحكي على اتحاد المغرب العربي فهمتني وتوزيع الاراضي وكانه شويه حكينا عليه توزيع الاراضي لا برنامج قذافي شويه برنامج قذافي هذا توزيع الاراضي ومع توزيع الممتلكات على الشعب نعرفوه هذا واحد ثم النوايا نتاع المغرب العربي وليبيا وكذا ماهوش هذا المهم المهم بالنسبه لي انا سؤالي واضح وهذا قديم الا تعتقد انت استاذ صافي سعيد مشروع هذا قديم لا خلينا نسال قديم قديم بسير الا تعتقد حلم قديم يعني الا تعتقد انت كونه السياسيين على الاقل من 2011 وانت جاي الكلهم ما همش فاهمين ولا ما عندهمش جيش باش يفهموا بالضبط الشعب هذايا التونسي لا يعرفوه
لا يعرفوه لا يعرفوا طلباته بالضبط. الناس جايه تدمغش، اللي هذا يجيب برنامج يبدا يحكي يدمغ وبعد تحطه سور ترى تلقاه ما يعرف حد شيء. هذا مجتمع استهلاكي، تحب توزع عليه انت راضي ويخدم الفلاحه تي معناها ماذا بيه يقبض الفلوس وما يخدمش. هذا مجتمع استهلاكي وياخذ فيها شيء من برا يموت إيه؟ على ال اي هذا سؤال ولا شنو فهمتوه؟ اي هذا سؤال تحليل بالنسبه تحليل هذا التحليل، وفي نفس الوقت سؤال، الا تعتقد انك انت تنتمي او لا تنتمي للسياسيين اللي مازالوا ما همش فاهمين الشعب التونسي بالضبط شو يحب الشعب هذا؟ واضح. شو كمل سؤالك؟ كمل انت حاجتي باش يجاوبك عليه. قلت لي سمعتك تحكي على المغرب العربي وهذا نحس هذا خطاب قديم. تو اللي يحكي على اولا انا ما حكيتش المغرب العربي نعملوا اتحاد جمهوريه ولا كذا ولا جمهوريه متحده، ما حكيتش. انا قلت نبدو بكارتلات كما بدات اوروبا في 58، كارتل الحديد والصلب في روما 58 هو اللي عمل الاتحاد الاوروبي. ثانيا انا قلت اليوم امامنا اوروبا وامامنا تحديات كبيره في المياه وفي البحار وفي الثروات وفي الفلوس وفي الصراعات، لازم نتكتل من نجمه حتى نجمه ندخل في مفاوضات نتكتلوا كمغرب عربي، نتكتل سياسيا واقتصاديا كمغرب عربي كمغرب عربي نعم. لكن انت اتجاهك الفكري ما يتمشاش معاهم، ما يتكتلوش معاك. انت تحب تطرد سفير فرنسا وتحب كان لازم قتلوا حتى سفير امريكا وهما لا، معناتها كيفاش تحب تتفق معاهم؟ هذه راهي كيف تبدا ماشي في طريق وتروت وتشوف مثلا حجره تهز هيك وترميها، الاشياء هذه اللي تنقل فيها مش هذه الاساس. انا جاي نبني في وتروت، انا ما جيش جاي السفير الفرنساوي يصبح تفصيل هو وغيره بالله. هذه طبعا بهالقوه هذه تعرف الاتحاد الاوروبي هذا في عهد شارلوماني في القرن التاسع كان مبني، كان من اعمده هرقل حتى طلع وين كله من روسيا لاسبانيا كان مفتوح، كان مبني تفكك بعدين الى دويلات ودوقيات وممالك وكذا، وبعدين عاود تجمع في جمهوريات. واضح واضح. وعاود اتحد لحظه شوي وجت الحرب العالميه الاولى زادت تقسمات ودمرت امبراطوريات، جت الحرب الثانيه زادت دمرت امبراطوريات وعاد تقسيماته، وبعدين جينا في الستينات بدينا نخدموا على الاتحاد الاوروبي واليوم هو دوله واحده من اسبانيا لكذا. هذا الشيء قديم، الشيء القديم هدايا عندنا منه راهو في المغرب العربي. كان في دولة موحدين ودولة مرابطين وكنا في عهد الاستقلال كنا متحدين، حزب الاستقلال مع حزب الدستور مع جبهة التحرير كنا نطالبوا بهذا الشيء. باش نرجع لك عندي فيتير باش نعملوا له ديناميكية أخرى جديدة على ضوء الأحداث وعلى ضوء التحديات الجديدة. وقلنا نبدو بكارتلات الفوسفات والنفط والحديد. اسمع الكلام جيدا واستوعبني، ما تحكيليش على الشعب التونسي. هذا الشعب التونسي اللي أنت عايش معه توا هذا كله بعد 20 سنة ما عادش باش يبدا موجود، باش يبدا موجودين أولادي وأولادك. باهي سي صافي باش نخرجوا توب 10 ما تسمعش الكلام الواحد توب 10 تصريحات الاسبوع مع حمدي المسيهلي ثم نعود لمواصلة الحوار. سبيت له الراتزه نتاعو، قلت له لا 10 ايام لازم مره. هذا المدير الجهوي، انا الوزير. انا الوزير يا ولادي، يا ولاد الكلب، انا الوزير يا ولاد الكلب. لاني معنيه لا بمنصب لا معنيه بالانتخابات لا معنيه بحد شيء، هكاك حتى واحد ما نجم يقول لك ادفع لك 3 ملايين ودرا شنو في الشهر. كان جيتوا عندكم جرام اليوم من وطنية تستقيلوا وتهبطوا للبطح.
الفترة هذه وقتها شقالت موتة موتة مولو لمولو الحركة موتة. الجبهرة عرفت نسخة أولى نسخة ثانية نسخة ثالثة فعلا اليوم نسخة رابعة تم نسخة رابعة من الجبهة يا دنيا تلزينا والكروب بتاعنا ما عاد تشوف خبينا الدمعة في تبسينا كيف تسد علينا الظروف يا دنيا يزينا وما يتلام علينا ربي وحده هو الحاكم فيكم فينا نعود إذن لمواصلة هذا الجزء الثالث والأخير من حلقة وحش الشاشة مع أستاذنا الصافي سعيد الضيف الرئيسي معنا أيضا الأستاذ نبيل الرابحي وكرونيكور الحلقة كرونيكور البرنامج الفنان الكبير مقداد السهيلي سي نبيل امشينا في الفون تاع النقاش عايش أنا ماذا بي نعرف رئيسي الصافي في تنقيح القانون الانتخابي والظواهر الانتخابية اللي طلعت وهل اللي نسميهم نحن الباندية في السياسة باندية؟ باندية اسمهم باندية نبيل قروي و... أنت نقول له أنا بعد علاش لا أنا سؤالك كمال هو أنه فيه موقف موقف من القانون موقف يعني. نعرف فيه موقف خليني نجاوب قلت لي أنا هذا ونجاوب هذا في المتن في كمال هو أنه فيه موقف مسبق تحب تلزمه لي هكا أحس باندية مش باندية القانون هذايا مر وطعن فيه والنصاب نتاع الطعونات تم وقدم إلى الرئيس وأصبحت الكرة عند الرئيس واليوم الرئيس تلقفها أين سيرميها لا نعرف هذا كله لغياب المحكمة الدستورية أشكون اللي غيب المحكمة الدستورية؟ ثم هيئة مراقبة القوانين لا مش هذا الموقف من القانون هذا السرد هذا نعرفوه أي موقف لا لا مش سرد هذا هو للسبب لا موقف من القانون لا موقف من القانون هذا السرد نعرفوه ما هذه النكبات ما القانون ما قانون يا حبيبي يا حبيبي القوانين أنت ضد ولا معه؟ القوانين ليست فوق الدساتير هل أنت ضد أم معه؟ الدستور هو أبو القوانين الدستور هو القانون الأساسي هذا قانون ما تحت الدستور صحيح. تحب تغير غير الدستور غير الفصل 74 للترشحات الرئاسية وأعمل استفتاء أنك تعمل هاللعبة هذه لعبة في آخر الوقت تزيد إلا فقط تعقيد اليوم الرئيس رجعوا له الكرة أصبح يتحكم في العملية يأجل ما أجلش يقبل بالطعونات ما يقبلش الموعد يقترب 5 جويلية بدأ يقترب أنا نقول أنه سيحدث لنا أزمة أزمة شبيهة قلت لك بليك بما حدث في الجزائر وفي السودان وفي فنزويلا وفي كوت ديفوار قبل 10 سنوات أصابت مذبحة بسبب تغيير القوانين في آخر لحظة إذن أنا مش مع هذا ومانيش لأني نفصل أنا نبيل قروي فلان باندي مش باندي كذا بعيش تونس أنا هذه معارك أخرى ونعاركهم في الميدان وعندي قانون انتخابي نحد منهم ونرفع لهم الحواجز ونطلب الضريبة ونطلب الكذا ونطلب الإقامة ونطلب الكذا ونطلب كذا والنجم نمنحهم إذا هم يخوفوني إذا هم باش يعفنوني المشهد إذا هم باش يسمموني المشهد إذا هم باش يصارعوني وأنا خايف منهم ناجم أما نذهب هكذا للبرلمان لكي نستصدر قانون بالاحتيال أو بالقوة بالقوة من أجل كذا كذا وبعدين اليوم كل شيء رجع بين يدي الرئيس من أجل ألعيب أخرى جاية في الواحد كذا كذا هذيك ثلاثة نقاط اللي هي الألعيب الأخرى اللي ما نجموش مرات ننطقوا بها اليوم الرئيس مش فقط رجعت له الكورة أيضا البتين ده رجعت له الحاف اليوم الباجي في وضعية متنفس شوية هل هو عنده حس الدولة بأنه يأجل الانتخابات أو ما يأجلش الانتخابات يدرسها مليح الإقليمي والمحلي والدولي ويدرس هل هذا خطر على التجربة الديمقراطية لا خطر هل 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 هل
عودة الباتين ده إلى قديش يضر؟ أين هم تشكيل التحالفات الجديدة اللي ماشيين للرئاسة من؟ هل هذا القرار ضعف الآخرين ولزاد قواهم؟ هل نقدر نمنعوهم بالقانون أو ما نقدروش؟ هل برشا أسئلة مش واضحة في ذهن التونسي ومش واضحة حتى في ذهن السياسي وصانع السياسة في تونس مش واضحة. لا مش فسر له حاجة سي صافي كاتب في حلو حلو. في بورقيبة سيرة شبه محرمة في القذافي سيرة غير مدنسة حبينا نمشيه حتى في موقفه هو من أنا يهمني كمرشح افتراضي لرئاسة الجمهورية باش نعرف موقفه من أحداث قفصة 80 اللي وقعت في تونس والقذافي والتمويلات اللي وقعت ونحب للأسف هذي. الحلقة معناها البرنامج ما يتسعش لهذا باش نرجع أنا رئيس جمهورية يلزموا نص ساعة باش يحكي أنا فيها بالنسبة لي أنا وخاصة النقطة هذه موقفه من أحداث قفصة يا سي نبيل راهو موقفه من البطالة سامحني موقفه يا سي صافي خلنا نتكلموا خلنا ندوروا الحوار أنا يهمني موقفه من البطالة في تونس أيوة. موقفه من الفقر موقفه من الاحتياج شنو هو حلوله للاقتصاد التونسي البارك توا للدينار التونسي هذا اللي يهمني هذا اللي نحب نملى به الوقت كيف نقضي على التهريب انا نحب نسال فوالا كيف نصلح التعليم في برنامج تاريخي قولي شو نعملوا الصحة هو وقت الواحد يبدا مرتبط بجهه اجنبيه ما نحكيو نحن بكري على سفير فرنسا كي هو يحب يطردوا هي دون شنو هو موقفه اللي عملوا القذافي في تونس عام 80 انا يهمني هذا موقفه كتبوا في كتاب كتبت وانتهى القذافي وانتهى عهد القذافي وانتهى بورقيبه وكان القذافي وبن علي كانوا صحبه لمده 23 عام وراك حد تعامل برشا فلوس من ليبيا وغير هكا تحكي هكا في التلفزه ونعرفوا كل شيء وبعدين هذا التاريخ دائما ما تدخلش فيه تاريخ لا تراك تفهمني لان انت الاقطاع ما تعرفوش هو كيفاش باش نحكي لك عن التاريخ هو عامل شويه فلوس من ليبيا يمكن والله انا قلت يمكن انا ما قلتش انه يا ولدي ذاك تو هكا تو نثير جايين نحكوا تو على تاريخ ليبيا وتونس انت هذا باش نبنوا اوطان كمرشح رئيس جمهوريه ايش دخلك هاني نحكي لك هكا باش نبنوا اوطان انا مش نمشي ننتخبك انت تعرف تاريخ الثوره الجزائريه قداش عندنا كذا وقداش معانا كذا وقداش خلافات وقداش كذا طبعا النار يبي ويدي لعل انت تعرف تصلح الامور انت نورمال تصلح الامور لما تكثر الذباب في الذبابيه تحكي عليه نحكي حاجة لا انت لانك انت لا تعرف شيء لا نعرف في حدود رينا لا يا سيدي اما ندعيش نعرف في كل شيء زدني علما صبرا وعلما لا ما ندعيش المعرفه في كل شيء لا ما ندعيش هاو في تكاثر انا ما نحبش ندخل في بالضبط قلت لك ما نحبش ندخل في ثنايا التاريخ ماهوش حديث تكتب اليوم تكتب في التاريخ مش انا هذا كان اكتب فيه اقراه وناقشني فيه لا يعتمد من عند المؤرخين هاو الفرق يا خويا اعتقد ما تعترف هذاك علاش حبيت نعرف موقفك يعني لازم نتعارك انا وياك لا مش حاب نتعارك وانا مش حاب نتعارك غدوه تطلع تعمل فيسبوك تبدا مشهور ما نتعاركش معاك مش باش يعطيك الفرصه لا فكني مش يعطيك الفرصه هكا هو اللي تعرف مع صاحب سعيد يبدا مشهور علاش يا ودي ما تناقشنيش وانت علاش انت صاحبي خليك صاحبي انت حكيت ايوه بالضبط انا علاش تغشش كل ما نقولوك شنو هو برنامجك انت لا حكيت ما تغشش من برنامج وما تغشش من برنامج ما تحرف لا يتكلم يا سيدي خليني نتكلم يا سيدي انا سيدي امبارح نقرا في ثلاثة برامج نتاع ثلاثة رؤساء واحد في افريقيا واحد في امريكا اللاتينيه واحد في اوروبا هاي. نشوف البرامج شوف شعوب كيفاش تتطور ماذا تريد ماذا كذا اليوم جي نناقش ما نوجدش مساحه من الوقت للنقاش للشرح للتدقيق لكذا للارقام ما نوجدش لا ما نوجدش ما هو عندك سرعه بعدين يجي يقول لي شنو برنامج شنو برنامج شو ما قلته سوف لن يستوعبه حتى انا يمكن مرات نقوله قول سيء برنامجي هو مكتوب برنامجي مكتوب في 450 صفحة اللي يحب نعطيه له نعطيه له باش نلخصه في 60 صفحة حتى يقروه الناس وكهو تعطيه له يتحدى أي واحد كان عنده برنامج كي برنامجي أنا أنت في شعب لا يقرأ باش تمد له 60 صفحة شو نعمل لك يا سيدي أنا برنامجي باش نعمل مكتبات في كل قرية منين التمويل غصبا خليك من التمويل تو نجيبوا التمويل تو نبيعوا صباتك والسروالي في كل قرية منو التمويل اللي يتكلموا يقول لك منو التمويل نبيعوا مش تعملوا تروت ومش تعملوا مطارات ترانزيت منين كل شيء نعملوا منين نعملوا كل شيء مش الناس تركب ببلاش نعملوا كل شيء منين التمويل اقسم بالله انا من اكتافك نطلع مليون دولار به سي صف ثم سؤال يلزمنا نسأله لك شنو في برنامجك حضرت للنساء تاع تونس للمرأة تونسية النقل مجانا
أبار نقل مجان ورجال بالفلوس يطلعوا في الكار مش باش يطلعوا الرجال خير من كل الرجال كيف كنت مش باش يطلعوا في الكار لأن عندك سيارة خاصة سيساف سيارتي شعبية هكا وخليك بسيارتك شعبية يهودي النساء عندهم كثير أولا المرأة رغم أنش عاملين عليها مزية المرأة أكثر من نصف المجتمع راه السلطة والحكم والعمل والتعليم وكذا كله ماشي نحو التأنيث الأنوثة تستعيد كبريائها الأنوثة تستعيد حياتها الربوبة ستنزع من الرجال ستصبح ربة البيت المسؤولة هي الأولى موجودة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الإدارة وفي التعليم شوف نسب التعليم في العالم كله البنات الأولات الأوليات في البحث العلمي في الطب في الصحة في التعليم في كل مكان لذلك احنا مش عاملين مزية احنا نحكوا على النساء الكادحات النساء المسكينات المربيات المعذبات في الأرض هذون الباحثات عن الرزق في تحت أقدام الإقطاعيين وتحت أقدام البيروقراطيين وتحت أقدام المحترفين التقليديين الكذابين هذول هم النساء اللي ندافع عليهم أنا كنقول التعليم والنقل والولادة مجانا للنساء هذا يعني بمعنى أنه اعتناء خاص اعتناء خاص لما نقول أنه المرأة الأم اللي عندها طفلين تأخذ مرتبها كامل وتخدم نصف وقت فقط هذا راهو يعني تقدير يلزمك تقدير يلزمك للمرأة تكون... وتقدير لهذه البلد صحيح وتقدير صحيح لكرامة هذا الإنسان صحيح هنا صحيح هذا اللي نقوله خليك أنا ما قلتش تنعطي الخبز بلاش ولا قلت كذا مرضى السرطان نساء مرضى بالسرطان بالألاف في تونس الدولة عليه ما تعالجهم بالبلاش ومجانا ولكن للأسف الرئيس شوف جيت عطيني ست نعجات أنا ما أمي تموت في التكتور الرئيس الجمهوري رئيس الجمهورية أنا سألت عن نساء أنا سألت عن نساء لا علاش التفرقة لا ولكن المشكل في الصلاحيات كالعادة أنتم الرجال شو نعطوك لا لا كي تحكي لا تستحقون أي شيء عافاك الله من مرض السرطان لكن لا تشتغلوا أنا ما أم تمشي الأم تمشي تحصد وتترك زوجها وولدها قاعد واحد يلعب علاش استثناء علاش استثناء هذه خليني نتكلم لا علاش استثناء في المرض لا لا مش استثناء استثناء للنساء خاصة علاش أي نعم عندي استثناء هذاك هو الامتياز هذاك هو التقدير بلاش ما هذاك ولكن هو المشكل التقدير. في سافي المشكل هو في لان المراه معذبه في هذه البلاد قد ما نكذبوا وقد ما نقترعوا من قوانين نحتالوا عليها قد ما نعملوا قد ما نقولوا هذه امنا وهذه مرتنا وهذه اختنا وهذه زوجتنا احنا نكذب رجال منحرفين مبتذلين بيرفير هنا برشا منهم مش كلهم المسائل كلهم معاك المشكلة في ثقافة الشعب كان معايا ولا مش معايا لا أطلب أي شيء أنا كقيس سعيد في المسألة المشكلة في ثقافة الشعب نقول ما يمليه عليه ضميري المشكلة في ثقافة الشعب كتاباتي أنا كي نكتب نكتب بأعصابي بدمي أنا نؤمن كي نكتب اليوم حرف يبقى عندي 100 عام يجيبوه لي كشهادة يقولوا لي كتبت هذا ولا كذا ولذلك لا أكذب ولا ما أتعلم الكذب وليس لي حاجه في الكذب هي المشكله في النسيج الذي اقوله هو الصح يعرفوه ابنائي ويعرفوه اصحابي وتعرفوا مسيرتي ديما صلاحيات الرئيس تحد من من لا من تحقيق وعودك والتزاماتك لا هذيك المشكله الا اذا كان عندك خلينا ننهي الحوار بهذه ننهي الحوار بالمداخله هذه قريب ننهيه قريب شوف صلاحيات الرئيس والله واسعه يا سي سمير واللي يقراه واسع انما الترشحات يعني السباق نحو الرئاسة مفتوح للجميع للأجانب ولغير الأجانب صلاحية الرئيس قوية أنا كي تعطيني رئيس وتقول لي أنت المسؤول الأول للقوات المسلحة أنت بيدك الحرب والسلام أنت عندك إعلان الطوارئ أنت عندك جهاز الأمن القومي الأمن القومي الذبابة عندما تدخل من ليبيا لتونس يسأل عنها ويعرفها وتحلل ذبابة تحلل أرنب تحلل عرجون دقلة يحلل هذا كلام القومي أدوية من وين جاية كيف جاء من وين اشتروا رئيس حكومة شركة هو الأمن القومي هو التعليم هو الأمن الغذائي هو الأمن الصحي هو الأمن السياسي هو المضاد للجوسسة هو محاربة الجوسسة والجوسسة المضادة هو كل شيء الأمن القومي الأمن القومي الدول كلها الجهاز هو اللي يحكم أمريكا يحكمها الأمن القومي إيران يحكمها مجلس الأمن القومي أي بلد في العالم يحكمه الأمن القومي الأمن القومي في تونس الله غالب ما هوش بيد اللهم رئيس حكومة لحظة شوي عنده خارجي وعنده العدل
وعنده هذه ما يقال انه اختصاصات، لكن عنده ايضا انه يعين رئيس الحكومه. ها هو عيننا مرتين رئيس الحكومه. العدل عنده ايضا انه العدل ماهوش عنده، العدل ماهوش عنده. دي وزارة السيادة، وزارة السيادة كلها. لا، وزارة العدل عند رئيس الحكومة. عنده الخارجية وعنده الدفاع. حتى تعيين رئيس الحكومة مش عنده. ورئيس الحكومة هو يعينه. لا تحاير على الدستور ماهوش عنده. والحكومة هو ينجم يرأسها عندما تحلو الفرصة. رئيس حكومة فعلي كما يستشهد. تحاير على الدستور. تحايل أو متحايل. أما رئيس الحكومة ماهوش عنده. تو أنا نحكي لك ملخصات. الرئيس الدستور محترم الدستور. يا أخي أنت تحترم الدستور ولا ما تحترمش؟ هذا الدستور التونسي، هذا الدستور التونسي، هذا الدستور. إذا اخترقنا الدستور أنت الرئيس تحايل على الدستور بالوثيقة بتاع كرتاج، مش تحايل لحبيب السيد. أنت تقول تحايل، ما معين ولا ما عينش؟ بالدستور الكتلة الأغلبية هي اللي ترشح للرئيس الحكومة. عين ولا ما عينش؟ عين المرة الأولى والثانية. تحايل على الدستور، هي عين. مش تخرق الدستور أنت. هو ما خرقش الدستور الباجي قايد. خرق الدستور. ما فماش حاجة اسمها وثيقة كرتاج في الدستور التونسي. تحب تعمل كيف وتفضل. قلنا رانا من النهار الأول، راني ناوي من النهار الأول مش نخرق الدستور. أو ينقح الدستور. ألو. موضوع آخر. ثم بنود لا تنقح. سي سافي ما عندكش علاقة بالانتخابات التشريعية. لا باش ندخل انتخابات التشريعية. ما عندكش مش تدخل؟ باش ندخل ضمن قائمات أخرى مستقلة. أنا ما حكيتش على أنا شو مجهز ولا شو مش مجهز، شكون أصحابي شكون حلفائي في المنطقة شو كذا. تخفي أوراق. ما زلت نناقش وما زلت كذا باش ندخل في الوقت الحاضر. تخفي أوراق. ندخل بانتخابات تشريعية عبر قوائم متعددة. عندك تمويل عندك تمويل كافي لحمام؟ عندك تمويل كافي؟ كل واحد عنده قائمة مولة. عندك كل قائمة فيها سبعة ثمانية من الناس الرئاسية الانتخابات الرئاسية عندك تمويل كافي؟ مانيش محتاجه. علاش مشيت لنيجيريا مؤخرا؟ شفنا والله تسليم. يعني نمشي انا مختص في افريقيا. ما هو ذا قال لك تحكي على افريقيا. مختص في كل شيء. لا انا مختص في افريقيا. سامحني اللي يمسني في امكانياتي راني نبدا معاه عنيف. سامحني كي نقول لك مختص في افريقيا مختص، وانا يمكن من ستة سبعة في العالم العربي مختصين في افريقيا. صحيح. عندي كتب انا في افريقيا وجيلين نعرفهم ومتجولها بلد ونفهمها ونعرفها. صحيح. ولذلك ما تناقشنيش في المسائل ومانيش جاي ندعي بها. ما لا ندعي لا شيء، ما تقوليش مختص في كل شيء. وانت من بلد افريقيا مختص. وانا مختص في كل شيء. وانا اذا احببت بالنسبه ليك انت مش مختص، انا فيلسوف بالنسبه ليك انت. وانت منبهر بافريقيا. لا من دام منبهر بالتجارب الافريقيه. خلينا نتكلم في نبيل. نجم نتكلم. نجم نسلم القذافي بروبسبيير يولي فيلسوف. نجم نسلم. اوكي. نجم نسلم. لا حتى روبسبير ما يبعدش. لا انت شبهت القذافي بروبسبيير، دونك انت فيلسوف، عندك الحق. شبهت الكلاب انا العام شبهت روبسبيير. هذا الكتب نتاعك هذا مش انا. جيتي تقرا جمله من هنا ومن هنا شبهته بروبسبيير، وانا من محبي روبسبيير ومحبي القذافي. ماذا تريد؟ هكا وقتها تولي فيلسوف بالنسبه لي. تفضل سي سافي. واضح سي نبيل. سي صافي انت منبهر. بالله انت يا اخي من وين تجيب لي خويا الضيوف؟ توا جايبني انا باش تنهكني انت وينهكوني ضيوف؟ يا خويا هذاك كرونيكر يخدم في البرنامج صح عليه. باش انت تجيب لي ضيف اخويا من وين تجيبه؟ الضيف صفحت في الصفحه نتاعه اليوم في الفيسبوك او قدامك. قلت له صفحتك عنيفه جدا. هكا ولا وانت زدت علقت؟ قال لي لا مش صفحتي. قال لي ولا ما قاليش؟ صحيح. جاء توكي قلت له وانت هذاك صفحتك؟ قالش لا مش صفحتي. خي ايش بيك معنيفين يا خويا؟ انت صفحتك اقسم بالله تحاكم عليه. تحكم. نعم تحاكم عليه. كنا شخص غير صالح للحياه في هذا البلد. لا اي لان فاشي. اعدام فاشي. مشكور. مجرم في صفحته. مشكور. في القانون. مشكور. في قانون الحريات في تونس. واضح واضح. سي بون. سي نبيل عندك سؤال؟ كل قابل فلوس من ليبيا تقول لي. عندك سؤال؟ عندي سؤال. تفضل اسال الناس. عندي سؤال سي صافي. جدي قول جدي. لا جدي. كرئيس ديمقراطي حسب رايك وين تقف حدود حريه التعبير المكفوله بالدستور؟ شو اين تقف حدود حريه التعبير المكفوله بالدستور؟ واضح. اولا انت اتهمتني بالاجرام في صفحتي. هذاك علاش سالك؟ هذاك سالتني. لا انت في حريه، انت في الحريات العامه. انت في اوروبا كرئيس ديمقراطي. اي كرئيس ديمقراطي وحامل الدستور. اسمعني تو خليه يجاوبك. عاد خليه يجاوبك يا اخي. حريه التعبير لازمها حريه التفكير، وقبل ما يكون عندك تعبير لازم تكون تفكر جيد. انت في صفحتك لا تفكر جيدا، اذا التعبير عندك ضايع، ما فيش حريه. وثانيا صفحتك في اوروبا وعرضها علي خبير يسجنوك عليه. وانت وصي. نعم انت وصي.
على تفكير الناس. وسيا ليه تو انا قلت وسي اعطاه وعليش وسي كرئيس ديمقراطي اعطاه ماهوش كرئيس اعطاه رايه كالصفي سعيد وين مواطن يا حبيبي يعني تترأس فيا حطيته رئيس سيء يحكي لك كيف يا انا مواطن سالتني سؤال جاوبتك جاوبتك اقسم بالله احسن جواب برا اعرض صفحتك على واحد وروح انتهى ما نقعدوش نحكي على نفسك على طبيب مانيش نحكي على صفحتك مش ترد هنا موضوع في الحلقه سي صافي ماهوش موضوعنا صفحته وما صفحته وبروفيله وستاتويته احنا جبدنا له ديجا يدخلوا له الليله الناس يدخلوا له برشا للصفحه تصير فيها 100000 ولا ما عندي صفحه عندي بروفيل سي صافي علاش ما عندكش حزب سي صافي علاش ما وراكش حزب علاش ما وراكش شو الاحزاب انا يعني يا اخي تو انا شي الاحزاب شو تفيد الاحزاب تو نعملوا الحزب كان نشوفوا يفيد تو نعملوا موجود الحزب والله لا الا الاعلان عنه انا باش نخرج نهار اللي نقرر نترشح جدي نخرج بعنوان عريض كانوا عنوان حزب واضح وسيكون مشروعي. عنوان مثير واضح. وخارج القطيع تماما به اخر مداخله سي نبيل اتحمل شويه سي صافي سي صافي شو تحمل تحمل سي نبيل خلي الطلقه الاخيره لا لا. لا 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 سي صافي عاده عندما يتحدث عن الجمال وعن المراه في بعضها الفلسفي يبدع صحيح. يبدع يبدع صحيح اليوم لا 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 تبدع في الوصف وفي الصوره وفي تجديد الصوره وفي صحيح. جماليه الصوره أنا شخصياً أستمتع وقت نسمعك تحكي في الحكاية وأنصحك بالابتعاد عن السياسة هذا ما قاله لي صاحبك على المدرسة ما نعرفكم من المدرسة واحدة هاي السلام عليكم على السلام باش نختم باش نختم الكلمة الأخيرة لا لا الكلمة الأخيرة سي مقداد في ختام الحلقة هذه شوف الفنانون والمبدعون خلي جاوب خلي كمل لا خلي جاوب خلي جاوب خلي جاوب ما تفضل سي صاحبي باش تجاوب وجاوب تفضل قلت له باش نعطيه الكلمة الأخيرة سياسيون إذا ما كانوش مبدعين وفنانين لا يصنعون أي سياسة يصنعون سياسات الموتى صحيح صحيح هو صحيح. في أنا كلمتي الأخيرة أنت تعرفك المثل هذاك الفنان والسياسي كلاهما يصنع تاريخ صح. تسمع فيا سي صافي صحيح كلاهما يصنع تاريخ الفنان أكثر خلود الفن من السياسي صح بالضبط لكن الاثنان يصنعان الحياة به نجم نوزع الكلمة أنت الأخيرة سي صافي أنت تنقذ في الفن وكذا والواحد هذه نعتبرها الكلمة أنا الأخيرة أنا عاشق الفن بالعكس لا حبيت نقول جملة بطلت تفضل تفضل عجبتني كرافته الوردية على القميص الوردي ما شنو دلالاتها؟ ذوق رفيع في الفن كلمة الأخيرة كلمة الأخيرة سي هو كان حوار ممتع مع السيد صافي المشكلة أي الإشكال الوحيد أنه ما عمقناش في برنامجك مع الأسف بالنسبة لسي صافي حسب رأيي نبقوا أصدقاء حسب رأيي الشخصي يبدع في الكتابات يبدع في الأدب كرجل مثقف كرجل عنده علاقات ممكن دولية في إفريقيا ممكن كلامه معناته على إفريقيا صحيح لكن كمرشح للانتخابات الرئاسية أعتقد ما أنه ما لا لا مش من أولا أنا ما زلت ما ترشحتش وبعدين أنت ما تتخبنيش سي صافي وكان نعرف أنك باش تنتخبني راه باش نهز هالورقة نتاعك ونرميها مكتعرف الواقعية السياسية تفرض على الإنسان مش يعرف حاجة لا لا أتشرف بيس واحد عنده صفحة كيف هذيك ينتخبني انتهى سي مقداد لا والله ورث ورث ولادي هذا هو سي مقداد سي مقداد باش ينتخب تفضل سي مقداد صحيح ولا لا سي مقداد على راسي وعيني لا علاش ما ننتخبكش ننتخبك اذا كان اذا كان ريالمون البرنامج تحكي عليه انت باش من بعد يتحط على ارض الواقع صح احنا رانا شبعنا بالكلام اللي هو على الواقع وفاء وفاء وتتحط معه كثير من ال به سي صافي كلمتك الاخيره في ختام الحلقه كلمتي الاخيره احنا رانا حقيقة نلعب في الوقت الضيق وقت ضيق الخطر يحيط بنا ولا نعلم ولا نسأل نتحدث عن أنفسنا كما لو أننا نحن الوحيدون موجودون في هذا العالم لا ننظر ما يحدث في ليبيا ولا يحدث في الجزائر لا ننظر ما يحدث في البحر أو في كذا لا ننظر في لا في لا نناقش في مصير ثرواتنا في مصير ديمقراطيتنا في كذا في اختراقات اللي يعملوها لنا في كذا في كذا احنا مرات نيجو باش نحكوا شيء مهم فنغرق في التفاصيل ونغرق في المناكفات وفي النكت وفي الكذا وفي الأسئلة العويصة والمعقدة واللي أجابوا عليها مفكرون وفلاسفة من زمان من زمان من زمان وهكذا واتف. أنا بصراحة في تونس إذا سمحت لي فرصة
باش نترشح راهو باش نترشح، وعندما أقول سأترشح لكي أغير وسأغير، وإن اقتضى الأمر بالتعدي على بعض الحريات المزيفة، مش حريات تعدي على بعض الحريات المزيفة، مثل برشا حريات مزيفة. مثلا نعطيني مثال ونفهم. حرية الكسل، حرية الكسل، نعم. واضح. وحرية الفوضى مثلا. أيوة. تقص هذا. أيوة. أيوة. واضح. شكرا لكم ضيوفنا على هذه الحلقة. شكرا للأستاذ صافي سعيد ضيفنا الرئيسي. شكرا سي نبيل. كالعادة سي مقداد باش يكون معنا في الحلقة الأخيرة اللي هي الحلقة القادمة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة والأخيرة. إلى اللقاء.